دائما نحس ان الاخبار اللي توصلنا بشكل يومي هي مجرد ارقام، مع ان كل رقم هو شخص منا وفينا وفي لحظه معينه عاش تجربه مختلفه. معاكم فاطمه ابراهيم عبد الله ابراهيم خليفه، الحاله رقم 1682. بنتي مريم منتظر، الحاله رقم 9238. أنا الحالة رقم 7636. لا والله ما كنت يعني أتصورنا ممكن يوصل لي داخل بيتنا. يوم صادنا يعني كلنا صدمنا صدمة عودة بالنسبة لنا، إن في أحد صاده وعودونا كلنا. معظم وقتي في العمل، فكان حتى بنتي أسبوع كان فترة لأني ما شفتها. أول مرة خفت واجد، قل أنا ألم رأس عندي وتعبانة. كنت أنا من ورا التلفون واجد، كان يعني تعبت، بس كنت أحاول أبين لهم أنني قوية وأقويهم. أنا ما أحس حاتيت روحي كثر ما حاتيت اللي وياي. تنسى أنك أنت في مريض، تتذكر أن في حوالك ناس وايد مهمين تخاف عليهم أن يصير تمشي. يعني مثل شعور الطير لما يخاف على أولاد ماله، يعني يمكن أنا أقدر أتحمل، بس عندي طفلة عمرها 3 سنوات و7 أشهر، فما تقدر تتحمل يعني. فدائما احنا نقول ان في استثناءات ما عليه، بس هالمرة فاللي صار ان شخص واحد في البيت نقل العدوى حق الاشخاص اللي باقي. هاي الاستثناءات هي اللي تسوي شيء صدق. احنا دائما نسمع عن الناس اللي قاعدين في البيت يتحطمون، بس المصاب شنو شعوره ما حد يعرف. معاناة، خوف، ألم. لما كانت تتصل فيني بنتي في وقت متأخر تقول لي أنا ماما تعبانة وألم رأس عندي شديد وما أقدر، يعني ما أكون جنبها، ما أقدر أساعدها، ما أقدر، كان وايد صعب. الله لا يراوي حبيب في اللي شفناه. عن جد بغيت تروح مني أغلى ناس، الحمد لله الله لطف. دايما حط في بالك أن لو عديت أحد ممكن تسبب له بأذى كبير يصل إلى الموت. باكر ما في فايدة في الندم، ما في فايدة كلمة آسف، تكون ما لها قيمة. آخر فحص سوالي كنت أنتظر أن خلاص هاي النتيجة اللي بتقرر أن أنا خلاص أقدر أعيش حياتي طبيعية أو لا. كنت متوتر أزيد من يوم المصاب، يعني أول مرة أشعر أن الساعة توقف ما تتحرك، فكان سبحان الله شعور غريب، صدق غريب. تعرف مو نعرف وش سوي لهم، تعرف الواحد حيران، مو عارف، مو قادر يضمهم، مو قادر يسوي لهم أي شيء. ما في أجمل من السلام، من الصحة، ما في أجمل من تكون في أمان. الحمد لله على كل حال.